بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بناخذ درس التكامل المحدد في كتاب أساسيات التفاضل والتكامل ريض 811 المستوى الثالث المسار الواحد. اني نشوف الأهداف اللي عندنا. حساب التكامل المحدد لكثيرات الحدود، فهذه الهدف اللي باخذه. اني نشوف مع بعض. بلاحظ معاكم أن التكامل المحدد غير التكامل الغير محدد في شنو؟ أن أنا عندي فترة، الفترة اللي عندي حاطها لي من A إلى B. أيا تشوف شلون باي أكامل، باي أقول عندي التكامل اللي هي الدالة الأصلية لما أوجدها، باي أحط هذه الرمز اللي عندي للتكامل المحدد من الفترة A إلى الفترة B. باي بقول يساوي، أول شيء بعوض في القيمة اللي فوق اللي هي في الدالة الأصلية اللي أنا طلعتها اللي هي البي، بعدين ناقص لازم أحط هنا في التكامل لما التكامل المحدد لما آي أعوض بينهم ناقص في الدالة الأصلية لما أعوض عن الأي. إني نشوف مع بعض. احسب قيمة التكامل التالي. عطاني تكامل من سالب واحد إلى اثنين لإكس تربيع دي إكس، ويقول يساوي. أنا قلت التكامل في الدرس السابق شلون أوجده؟ أجمع مع الأس هني واحد فبيصير أس ثلاثة، وأي شيء أسويه أرد مرة ثانية أحطه في المقام. لما أسوي التكامل اللي عندي أي أحط من سالب واحد إلى اثنين بذي الشكل لما أي أوجد التكامل وأشيل هذه الرمز التكامل اللي عندي، بعدين أي أقول يساوي. أول خطوة بعوض عن القيمة اللي فوق اللي هي الاثنين، بشيل كل إكس بحط بدالها اثنين، بعدين أحط الناقص ما أنسى، وبعدين أعوض عن كل إكس بسالب واحد، وبذي الشكل أنا يتعوضت عن النقطتين. بعدين أي أقول يساوي ثلاثة، أقول اثنين أس ثلاثة يعطيني ثمانية، ثمانية على ثلاثة ناقص سالب واحد على ثلاثة بيعطيني سالب واحد على ثلاثة، هني ثمانية على ثلاثة ناقص سالب واحد على ثلاثة بيعطيني اللي هو تسعة على ثلاثة يساوي ثلاثة. وبذي الشكل خلصت من هذا التمرين وأوجدت التكامل المحدد للفترة سالب واحد إلى اثنين. إني نشوف خواص التكامل المحدد. بني ناخذ بعض الملاحظات اللي عندي. نشوف أول ملاحظة. إذا وجد عدد حقيقي C حيث C تنتمي إلى الفترة من A إلى B، وكانت الدالة F قابلة للتكامل على كل من C إلى B و A إلى C، فإن أو يقول التكامل من A إلى B يساوي التكامل في الفترة من A إلى C زائد التكامل الفترة من C إلى B. ناخذ خاصية ثانية. لما يكون عندي التكامل من A إلى B وأبي أعكس الهذلين الحدود مال التكامل، فأول خطوة أسويها أحط الإشارة السالبة، بعدين أقدر أعكس عندي. آخر واحدة، لما يكون حدود التكامل بلاحظ أن هني من A إلى A يعني نفس الرقم اللي عندي، فباي أقول التكامل عندي يساوي الصفر. إني ناخذ مثال أو تمرين على أول نوع من أنواع الخواص اللي عندي. احسب قيمة التكامل التالي. عطاني من ثلاثة إلى صفر إلى صفر للدالة x تربيع dx، باي أقول يساوي. أول خطوة عشان أعكس هذه الحدود اللي عندي مالت التكامل أو الأعداد اللي عندي هني أي أحط الإشارة السالبة، بعدين أقدر أعكس أحط مكان الثلاثة صفر ومكان الصفر ثلاثة بذي الشكل. أي الحين أكامل تكامل عادي، فباي أقول هني زائد واحد بيصير أس ثلاثة، بعدين أقسم على ثلاثة، ولاحظ أن أنا شلت اللي هو رمز التكامل وما نسيت الناقص السالب اللي عندي هني، حطيتها نفس ما هي. بعدين أي أقول من الصفر إلى الثلاثة، ويقول يساوي.
حطيت الإشارة السالبة اللي أنا أول شيء طلعته كاهية، عوضت بمرة هني الإكس، مرة عوضت عنها بثلاثة ومرة عوضت عنها بصفر. لما عوض عنها بثلاثة بيطلع لي تسعة، ولما عوض عنها بصفر بيطلع لي صفر. فبيقول تسعة ناقص صفر تسعة في السالب يعطيني سالب التسعة. فكملت من أول واحدة اللي هي الخاصية الأولى اللي أخذناها، الخاصية قصدي الثانية اللي أخذناها، إن لما أعكس حدود التكامل أطلع إشارة سالبة. يعني نشوف نوع آخر، لما عندي من ثلاثة إلى ثلاثة بلاحظ إن نفس العدد هني في حدود التكامل المحدد أي، أقول يساوي بكامل تكامل عادي. فلما أجمع هني زائد واحد بيعطيني أس أربعة، ودائما الأس أقسم على نفس العدد اللي حطيته في الأس، ناقص قلنا قبل شوي أو في الدرس السابق إذا عندي عدد ثابت تكامله يصير نفس العدد الثابت بس مضروب في الإكس، فيطلع سالب خمسة إكس. بعد ما كاملت وشلت هذه الرمز للتكامل المحدد، الحين بيعوض عن الأعداد اللي عندي. طبعاً أنا عندي العدد اللي فوق ثلاثة والعدد اللي تحت ثلاثة، فبعوض بهم، وما أنسى لما عوض بالتكامل المحدد لازم بينهم الناقص. عقب ما عوضت بيقول يساوي، طلعت النتيجة بصفر. إذن هذه نفس الخاصية اللي احنا خذناها، إن لما تكون حدود التكامل نفس العدد كهما نفس الشيء، فأنا الناتج يطلع لي التكامل لهم بصفر. وبذي الشكل خلصت من هذه الخاصية. باخذ تمرين آخر، بلاقي عندي التكامل من صفر إلى اثنين زائد التكامل من اثنين إلى ستة. أول شيء بلاحظه أن نفس الدالة عندي إكس تربيع، بعدين بلاحظ أن حدود التكامل من صفر إلى اثنين زائد حدود التكامل للدالة الثانية من اثنين إلى ستة، بلاقي هني اثنين وهني عندي اثنين. أقدر أنا أسويها تكامل واحد بدل ما أحل كل تكامل بروحه ويصير عندي الحل طويل، فبخليه تكامل واحد بالاستفادة من الخاصية اللي احنا خذناها، يصير عندي يساوي من صفر إلى ستة لأن الاثنين عندي هني مشتركة في حدود التكامل. أي أكامل أقول إكس تربيع تكاملها زائد واحد تصير إكس أس ثلاثة، وأقسم على نفس العدد اللي هو على الثلاثة. حدود التكامل بتصير عندي من الصفر إلى الستة، أي أعوض، فلما أعوض أول مرة بالستة بيصير ستة تكعيب على الثلاثة ناقص، يعني هني أقدر أقول يساوي ستة تكعيب على الثلاثة ناقص صفر تكعيب على الثلاثة. لما أي عوض بيطلع لي يساوي 72. وبذي الشكل استفدت من الخاصية، لما يكون عندي حدود التكامل في حد منهم مشترك أقدر أسوي تكامل واحد. وبهاي الشكل خلصت من التمرين اللي عندي، وخذت جميع الحالات من حالات الخواص اللي خذتهم للتكامل المحدد. إني ناخذ تمرين آخر، لما يكون عندي التكامل من سالب واحد إلى اثنين لأربع إكس تكعيب زائد ثلاثة إكس تربيع زائد اثنين إكس، بيقول يساوي هني إكس أس ثلاثة، بقول زائد واحد، طبعاً الأربعة عدد ثابت نزلته، وبعدين جمعت مع الثلاثة واحد صارت أس أربعة، وأي شيء أسوي في الأس أقسم عليه قسمة أربعة. نفس الشيء هني الثلاثة العدد الثابت أكان نزلته، بعدين جمعت مع الأس هني واحد بتصير أس ثلاثة، ونفس الشيء أقسم على ثلاثة زائد نزلت الاثنين اللي هي هني هذه، وبعدين قلت لأن إكس أسها واحد بس إحنا ما نكتبه، لما أجمع معه واحد يصير أس اثنين، نفس الشيء بقسم على الاثنين لأن أنا كاملت فشلت حدود التكامل، شلت علامة التكامل المحدد هذه وحطيت حدود
التكامل. فأول خطوة بسويها بعوض عن الاثنين اللي فوق هني، والخطوة الثانية بعوض عن سالب الواحد، فأقول يساوي، أو قبل لا أعوض خلني أختصر عشان يصير أسهل، فبختصر 4 مع 4 ويبقى عندي x أس 4، بختصر 3 مع 3 فيصير عندي x أس 3، وبختصر 2 مع 2 فيطلع عندي x تربيع. الحين عقب ما اختصرت باي أعوض أول مرة، لازم أعوض عن العدد اللي فوق في حدود التكامل، بعدين العدد اللي تحت. أي أقول يساوي، بعوض بالاثنين، أشيل كل x وأحط 2، وما أنسى الناقص لما أي أعوض في التكامل المحدد، وبعدين أي أعوض عن كل x بسالب الواحد. ويقول يساوي 2 أس 4 16، 2 أس 3 8، 2 أس 2 4، ناقص سالب 1 أس 4 يعطيني 1، سالب 1 أس 3 بيعطيني سالب 1، زائد سالب 1 أس 2 يعطيني 1، وكا حطيته. ويقول يساوي 27. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه التمرين. أني ناخذ تمرين آخر، احسب قيمة، عطاني التكامل من سالب 3 إلى 1، بلاحظ أن أنا عندي دالتين. أسهل طريقة لي أول شيء أن أنا بضربهم في بعض، فباي أضربهم شلون؟ هذه حدودية ثلاثية، x في x يعطيني x تربيع، 1 في 8 بيعطيني 1 في سالب 8 يعطيني سالب 8، بعدين 1 x في x يعطيني x، x في سالب 8 يعطيني سالب 8 x. زين أجمعهم مع بعض كم بيعطيني؟ يعطيني سالب 7 x. فهذه الطريقة لضرب قوسين فيطلع لي الحدودية الثلاثية اللي عندي هني. الحين باي أوجد التكامل. أنا طبعا للحين ما أوجدت التكامل، لذلك أنا خليت الرمز اللي عندي للتكامل. أقول يساوي x تربيع جمعت مع الأس واحد هني فصارت أس ثلاثة، قسمة ثلاثة لأن قلنا إيش نسوي في الأس؟ نقسم عليه، ناقص سبعة لأن عدد ثابت بحطه، x هني أسها واحد وأجمع معاها واحد فصير أس اثنين على اثنين، بعدين سالب ثمانية أي عدد ثابت تكامله نفس العدد مضروب في x كحطيته، بعدين أحط حدود التكامل من واحد، من سالب ثلاثة إلى واحد، وخلاص شلت رمز التكامل. أقول يساوي، ولاحظوا هني ما عندي اختصارات نفس المثال السابق، فأنا بخلي نفس ما هو ودايركت بعوض، أو سيدة بعوض بكل x بواحد، بشيل كل x بحط بواحد هني وهني، بشيل كل x وبعوض عنها بسالب ثلاثة، وما انسى ان بينهم لازم اشارة سالب او بينهم طرح، فباي اقول يساوي واحد اس ثلاثة يعطيني واحد على ثلاثة، ناقص واحد اس اثنين، واحد في سبعة سبعة فبيصير سبعة على اثنين، سالب ثمانية في واحد ثمانية، احط الناقص عندي، بعدين سالب ثلاثة أس ثلاثة، دائما لما يكون عندي سالب والأس هني عدد فردي فيطلع عندي سالب ثلاثة أس ثلاثة يعطيني 27 على ثلاثة، سالب في سالب هني لا، سالب ثلاثة تربيع يعطيني اللي هي تسعة، تسعة في سبعة يعطيني 63 على اثنين، أكاهي بحطها والناقص أكاهي حطيتها، بعدين سالب في سالب هذه السالب ضربتها في ذي السالب يعطيني موجب 8 في 3 يعطيني 24، ويقول يساوي 16 على 3. وبذي الشكل أنا انتهيت من التمرين اللي عندي هذه على التكامل المحدد. وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم، ونرجو للجميع النجاح والتفوق.